أهلا بكم في عين الانتخابات. قال الشعب كلمته وشارك بعزم وإصرار وبنسبة غير مسبوقة في الجولة الأولى من هذه الانتخابات، كيف لا وهو ينطلق من وطنية حية وإرادة حرة وسعي للحفاظ على المكتسبات والبناء على ما تحقق من منجزات. يبقى سؤال يدور في أذهان المتابعين للجولة الأولى من انتخابات 2018 ونسلط الضوء عليه في هذه النافذة: لماذا تأجل الحسم في غالبية المقاعد النيابية والبلدية إلى جولة الإعادة؟ في نظرة سريعة على نتائج الانتخابات من حيث الحسم والإعادة، فقد شهدت محافظة المحرق حسم دائرتين لمجلس النواب، وهما الدائرة الرابعة والدائرة السادسة، والإعادة في الدوائر الست المتبقية. أما في المجلس البلدي فقد تم حسم ثلاث دوائر وهم الدائرة الثانية والسادسة والثامنة، فيما تحتكم الدوائر الخمس المتبقية إلى الإعادة. محافظة العاصمة لم تحسم منها سوى دائرة واحدة وهي الدائرة الأولى، فيما تنتقل بقية الدوائر التسع إلى الإعادة. المحافظة الشمالية شهدت حسم دائرتين لمجلس النواب وهما الدائرة الثانية والسادسة، فيما تنتقل 10 دوائر متبقية إلى الإعادة. أما في المجلس البلدي فلم تحسم الجولة الأولى نتائج أي دائرة إلا الدائرة الثانية التي تم حسمها قبل الانتخابات بالتزكية، فيما انتقلت 11 دائرة إلى جولة الإعادة. المحافظة الجنوبية بدورها شهدت حسم 4 دوائر لمجلس النواب في الجولة الأولى وهي الدائرة الثالثة والخامسة والثامنة والعاشرة، فيما تنتقل 6 دوائر إلى جولة الإعادة. أما المجلس البلدي فقد حسمت فيه دائرتان في المحافظة الجنوبية هما الدائرة السابعة والثامنة، بالإضافة إلى الدائرة العاشرة التي تم حسمها بالتزكية، وتنتقل 7 دوائر متبقية إلى جولة الإعادة. ننتقل بكم الآن إلى الزميل بسام البدوي لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. من الوهلة الأولى من الجولة الأولى خرجت أفواج الناخبين نحو صناديق الاقتراع من منطلق المسؤولية الوطنية. 12 ساعة كانت كفيلة لتحقيق النجاح الأكبر على المستوى الديمقراطي، فكانت نسبة المشاركة الأعلى مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة. الجولة الأولى كانت بمثابة التصفيات المؤهلة للجولة الثانية بالنسبة للمترشحين، إذ أن الوعي والنضج السياسي لدى الناخب البحريني اتجهت نحو اختيار الأكثر كفاءة، وهو الأمر الذي أجل حسم 31 دائرة انتخابية نيابيا و23 دائرة بلديا، ويعود ذلك بسبب تعدد البرامج الانتخابية الرصينة ونزول الكفاءات التي تمثل مختلف المجالات، إضافة إلى اتساع قاعدة المترشحين المستقلين ومشاركة أكبر من قبل فئة الشباب والنساء ومشاركة 7 جمعيات سياسية، كلها عوامل أجلت التئام المجلس النيابي والمجالس البلدية. عناية الاختيار هي عنوان هذه المرحلة، فالتجربة الديمقراطية بالنسبة لشعب البحرين مرت بالعديد من التحديات، إلا أن شعب البحرين بعزمه وإصراره على استمرار عملية الإصلاح جعل من التحديات فرصا، فكانت النتيجة نسبة مشاركة عالية من قبل المترشحين والناخبين، وهو تجسيد حقيقي لالتفاف الجميع حول المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى أيده الله. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد علي العرادي. نرحب بك سعادة النائب في عين الانتخابات، وكيف تفسر تأجيل الحسم في غالبية المقاعد النيابية والبلدية إلى جولة الإعادة؟ طبعا سؤال مهم. 9 نواب يعبرون إلى المقاعد النيابية من الجولة الأولى في هذه الدورة الخامسة التي تؤكد استمرار المشروع الإصلاحي، و31 مقعد يتنافس عليها باقي النواب. أتصور أن هناك يعني مؤشرات تثبت بأن شعب البحرين، هذا الشعب الحي الذي يختار ناخبيه بعناية، يقرأ برامجهم الانتخابية، قد ساهم بإيجابية كذلك في أن يصل 9، وأن كذلك يتأهل الآخرون إلى المقاعد القادمة إن شاء الله. نلاحظ كذلك بأن
مجلس هذا له أيضا طابع خاص بوجود سيدتين فازتا من الجولة الأولى، وأتصور يمكن يعني هناك عدد لا بأس به لهم حظوظ. إن شاء الله نتمنى للجميع التوفيق يعني رجالا ونساء، ولكن أتصور على الأقل 5 سيدات سيفزن بمقاعد نيابية في الفترة القادمة. نعم. أتصور هذا ذلك كذلك مؤشر بأن التنوع وثقافة شعب البحرين، وكذلك بأن الناخب اليوم أصبح أكثر دقة في اختيار من يريد أن يعبر عن صوته داخل المجلس، أصبح أكثر دقة في استمرار هذا المشروع الإصلاحي الذي دشنه سيدي صاحب الجلالة، في اختيار كذلك من يكون جدير بتمثيله في هذا المجلس، من يتحدث باسمه، من يطرح برامجه، أن يعدل تشريعاته، ومن يراقب باسمه على أداء الحكومة. أتصور بأن الناخب البحريني اليوم وبعد هذه السنوات وهذه الممارسة، لأن الديمقراطية في النهاية هي ممارسة، وبارك لشعب البحرين هذه النتيجة الإيجابية. نتطلع إن شاء الله إلى انتخابات قادمة تعبر عن طبيعة البحريني والبحرينية بتنوعها، هذه الأرض الطيبة بتنوعها، بتنوع ثقافاتها، بتنوع كذلك أبنائها وبناتها. وأنا على ثقة بأن الكل إن شاء الله قادر. نعم، شكراً لك. يعني يدشن مرحلة جديدة من عمل المجلس، نسأل الله إن شاء الله لهم جميعاً التوفيق والنجاح. نعم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب سيد علي العرادي، شكراً جزيلاً لك. كما ذكر سعادة النائب، عوامل كثيرة كتبت لغالبية الدوائر تأجيل الحسم إلى جولة الإعادة، وكلها عوامل تصب في صالح التجربة الديمقراطية البحرينية. والعامل الأهم الذي سيبقى النقطة الأكثر إضاءة في العرس الديمقراطي هو الإقبال الكبير للشعب البحريني لممارسة حقه الدستوري. المزيد من التفاصيل مع الزميل عمار العماري. إليك عمار. شكرا لك زميلي عبد الرحمن. بالفعل إقبال منقطع النظير شهدته الانتخابات النيابية والبلدية بدا جليا بطوابير الناخبين التي اصطفت أمام أغلب مراكز الاقتراع قبل فتح باب التصويت. وفي تجسيد لأروع أمثلة الوطنية، شهدت الانتخابات إقبالا واسعا من كبار السن، إذ سجلت انتخابات 2018 تصويت أكبر ناخبة تبلغ من العمر 103 أعوام. كما شهدت العديد من مراكز الاقتراع اصطحاب عدد من الناخبين لأبنائهم وأحفادهم للمساهمة في تنشئة جيل يؤمن بأهمية ممارسة حقوقه الدستورية والمشاركة في الاستحقاقات الوطنية كافة. كما كان نفاد أوراق الاقتراع في العديد من المراكز العامة والفرعية وطلب المزيد منها، دليلا على حجم المشاركة الواسعة في التصويت، إضافة للعلامة الفارقة التي سجلها من لم تمنعه ظروفه الصحية عن المشاركة في استحقاقه الديمقراطي. نترككم مشاهدين الكرام مع مشاهد من الجولة الأولى في الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018. كان هذا كل ما لدي عبد الرحمن، وعودة إليك. شكرا لك عمار. المشاركة المميزة في الجولة الأولى من انتخابات 2018 أثبتت مجددا وعي الشعب وإصراره على المضي بمسيرته الديمقراطية الوطنية في ظل المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. صناديق الاقتراع تنتظر موعدا جديدا مع مشاركة شعبية تجدد التأكيد على ما يمتاز به المجتمع البحريني من إرادة وطنية حرة تمكنه من تخطي مختلف الصعاب والتحديات. نعرب عن تقديرنا للمواقف الوطنية النبيلة لشعب البحرين الوفي
على امتداد تاريخ البلاد المعاصر التي مكنت البحرين من تخطي الكثير من الصعاب لتحظى بمكانة تليق بمستوى ما بذل من تضحيات وإسهامات، ولتستمر نهضتنا الشاملة بخطى ثابتة نحو وجهة الإصلاح والتحديث